اهلا وسهلا بكل المتابعين الاوفياء داخل وخارج ارض الوطن. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في اتم الصحه والعافيه. اخواني اخواتي حباباتي وحبابي وصحابي وصحاباتي، الدعم ناقص، الدعم ناقص اخواني اخواتي، راهم هاجمين عليا بالسينيال. دعموا القناه باللايكات ودعموا القناه بالبارتاج، دوبلوا التعاليق، كثروا التعاليق باش الفيديو يوصل للناس بزاف اخواني اخواتي، باش صوتنا يوصل، باش الحقيقه تبان اخواني اخواتي. او نايضه ونايضه نايضه نايضه كيخليها نايضه يا سيمو نايضه، بات لينا حلو في الغيس الليل كامل وهو ياكل في الحصى، ابات الليل كامل الصقع وهو يتقرص، وبات الليل كامل وهو ياكل في الهرماكه. وي او لحقت العتروس، عقول لينا واش زند عليك الحال في مراكش؟ واش غير تهنينا من ولد الشينوية خرجتي لينا حتى رجعتوا لينا عاوتاني لدوك الافلام الحامضه ديالكم؟ وي او المغنيه تاع السطوحه، انت واش باقا عايشه في 2006؟ عاقله على عام نوضو ترقدو والافلام البايخه، واتي نوضي بارك علينا من هاد الميكروب ديالك يا القلب الكحل. كحله القلب باقي ما بغيتيش تحشمي، نطيتي وداك بارد القلب، الشياطه ديال فلسطين وديال الاردن، تهرسوا الاغنيه اللي دارت البوز ديال الفنانه ابتسام تيسكات باياش بالشوهة ديالكم والفضيحة ديالكم، باش تعرفي راسك طالعة غير بالشوهة وبالفضيحة، والناس كاع عاقت بيكم وبالخطط الفاشلة ديالكم، باقي ما بغيتوش توبوا؟ وي حلو في الغيس، وحلو في الغيس، والطبع ديال الغابة، وانت فين داو لك المرسيدس وخلاو لك على الكليو؟ يا ناري وزبروك زبير، يا ناري. اخواني اخواتي، بيت مونا الشيخة تاع السطوحة المشبوهة المشبوهة، هذيك اخواني اخواتي عشافت سلمى رشيد، وصلت العشرة ديال المليون متابع في الانستغرام، الصقعة بغى يخرج ليها العقل، وبغى يخرج ليها العقل، وزندت من قزيزي بتا السيدة ما بقاتش كتشوف قدامها ولا وراها. شفتي تيسكات وسلمى رشيد واصلين وطالعين في الطوندونس، ابغيتي تسطاي، ها بغيتي تهبلي وتحماقي وتسطاي. شافت جميع الصفحات يهضروا على عشرات المليون متابع اللي وصلت لها الفنانه سلمى رشيد، وايضا شافت الفنانه ابتسام تيسكات الاغنيه ديالها حمقت الكبير والصغير، والصفحات كلشي كيدويو عليها، السيده بغات تموت وبغات تسطا وتحماق، باش تعرفي راسك باقا ميكروبا، باقا ميكروبا. حمزه مون بيبي وما قدالك حتى لعبه، صورتي منو غير الادانه انت واختك، لالياتك طالعين بخدمتهم واصواتهم، وانت غتبقاي ميكروبا ميكروبا. داك عيفه الرجال اللي جالس حواز على نسابو، واش من نيتكم اخواني اخواتي غيخرج يفضحها؟ واش من نيتكم غيخرج يفضحها حق مولانا الكريم يا حتى يلقى قزيبته في حمزه مو بيبي؟ وانتم راه والله ما يقديت وي حق مولانا الكريم، الى دوا ما يقدش راه يبكي ويتنخصص ويدور مراكش كامله، يطوطح مراكش كامله ويرورك مراكش كامله، والله في اخرته يرجع للدار. اي والله الا يبوه الا ياكل العصا الليل والنهار يبدا ياكل في التصرفيق وفي الطرش. يا ناري نتوما داك راه ماشي راجل، ويلي وراني كنت عارفه ما غيدير لا لايف ولا والو، ما غيدير حتى شي حاجه، راه موالفه ليهم الشوهه والفضيحه، موالفه ليهم البوز الخاوي، البوز الخاوي اخواني اخواتي. يا ناري جالسين يتعاندوا معنا دا حسي وحري، ودا كيخلاها الاخ تحفه قليوده، ويتعاندوا مع ولد الشينويه، دوك هو سهمكم نيت، يا الله العلي العظيم الى هذاك هو سهمكم نيت، سهمكم عقلي ودا وندى حسي، وولد الشينويه وكاع داك الطبقه، هذاك هو سهمكم، سبحان الله العلي العظيم. وراه كيقولوها في المثال، كتقلب على ختها 100 عام، مع احتراماتي للجميع اخواني اخواتي، راني كنت نقولها لكم راه ما غيدير لا لايف ولا تا شي حاجه، ها هو كاع دار لكم داك اللايف فيه دقيقه وقطع لكم اللايف، اش يدير؟ باينه فيك مارته، وباينه فيك مارته يتنخصص ويبكي، ويلي على الرجله،
ناوي ليا بيت منو بمن محزمه. يا ناري شتو هذاك راه ما يقدرش يفضحها، راه ما يقدرش يفضحها ما حدو في المغرب. راه نقول لكم الا غيفضحها هو انه لا جمع الشطيطو مشى للبحرين ديك الساعه نقول لكم يفضحها من ليه. اما هنا يا الله حتى يلبسوا سبرديتهم هي وهذيك الشميكيره تاع تخوتها او يدوروا عليه درب بدرب ويجيبوه يديروه تحت مكافشهم. يا ناري اخواني اخواتي التمره السلعه الناقصه والله ما يتفكوا معاه حتى يهرب لبلادو. ايوا بلادو راه ما يمكنش يخرج ليها، راه امبوسي كي خلاتها مولاتها ما يمكنش ليه يخرج من المغرب لانه عليه قضيه في البحرين ديال النفقه. عي حط رجليه في البحرين يمشي نيشان الغباق. وي وزرا قال لها وزرا قال لها وحلو في الغيس. يا سبحان الله يا سبحان الله عدت اسحالك الضامير. وقال لكم الحلقه الاخيره واش كاين شي واحد الاخوه الكرام يتخلى على البزوله اللي كترضعوا. السيد يبات ويقيل يجقر في الشيخه بارد القلب. يقيل ويبات يجقر فيها ويسعى منها. ما تحركت فيه حتى حاجه. جلسوا سياد ويصمكوا ليه في مصاصة مرتو وما دوا ما تكلم. على هو يقد على هو يقد يدوي شوهتو منين ولا ينتسمعوها. راه كمارتو باين فيه منخصص وباين فيه منخصص بيتمون عيتو ما تخبيو شوهتكم. وفي الاخير جا هاد هاد الملاوط اللي ما عرفنا اصلو ولا مفصلو جاو كيضرب لكم الطر بالبندير. وانتوما راه كمارتو باين فيه منخصص لا عائلتو حداه لا والدين لا بلادو جالس فيها كي الناس جالس محيوس في بلادات الناس ويتاجر بمريته واكل من فلوس الغرامه. هو والبليه صعيبه يا خوتي الا نعاودش لكم على البليه. البليه صعيبه والقمر والسكره ما خلاو له رجله ما خلاو له رجله عكا تجري عليه ويخرج يطوطح في الزناقي حتى الاش من وقت ويشبع بكاوات ويشبع تنخصيص. ويتخنن دمعه وخنونه ويرجع يطلب ويرغب. ايوا راه فمو قالها بفمو قالها اخواني اخواتي ترى انا غلطان من زمان. يعني السيد عارف راسو واش داير عارف البير وغطاه ولكن راه ما عندو على ديك العيشه ديال الدلين. راه ما عندو على ديك العيشه ديال الدلين اخواني اخواتي. تريكه ناقصه ديال الشوها والاضواء على الفضيحه. واش اللي يخلي بنته طالعه هواده للمحاكم كتجرجر فمها اللي ولداتها ويخلي الناس يجمعوا بها في المجامع ويغلط فمه قدام العالم. مهما كان كتبقى امك خاصك تحترمها. وشهر بام ولادو كيعايرها قدام عباد الله واش هذا فيه شي خير؟ انا بغيت غنعرف هذا واش فيه شي ثقه فيه شي خير؟ واش هذا يثقوا فيه الناس؟ المغنيه الفاشله المغنيه ديال السطوحه يلي بغات تلبس بالفضيحه. ياك بغيتو غشوها ايوا هانتوما تشوهتو حلو في الغيس بلا ما يقول والو. هو بارك عليك بيت منى وجا حلو في الغيس ديالك وقال كل شيء حالتو حاله وكتشفي العضا وكتشفي العدا ضحكتو فيكم الكبير والصغير واكدتو راس ورجعتو رجلين. واش هاد الشوش هاد القلب الكحل اللي عندك بيت منى هي الشطاحه ديال الكباريات؟ غا قولي لينا مالكي واش تي عايشه معانا في نفس العام ولا تي راكي باقا في 2005 و2006؟ تي هادشي اللي راكي جالسه كديري فيه راه ديال المراهقين. المراهقين وراه ما بقاوش كيديروا هاد الافلام الخياليه الافلام الفاشله ديالك. هاتي راه حق مولانا الكريم الا راكي جاهله جاهله وكليخة من درجه فارس. شتي شناهي درجه فارس؟ حق مولانا الكريم الا راكي كليخة. ايوا نوضي جمع لينا شهوتك نوضي جمع لينا فضايحك راه حنا باقيين نتسناو النقد والابرام. نوضي تقعدي نوضي تشلي النقد والابرام هاشتاق اين هو نقد المغنيه الحمزاويه صاحبه افشال حساب على وجه الكره الارضيه. يا ناري واش قضيتي واش قضيتي واش صورتي صورتي على الإدانة؟ الناس صوروا الفلوس صوروا الشهره صوروا دياسك يحمروا الوجه ويحمروا القلب تبقيتي شاده عف عطيه العصير عطيه
ها أه؟ فمك يا امك تبع الشيشه والصباح منك. ايوا الليله فكيها دابا اخواني اخواتي، دوزوا بخير، خليوني نمشي في حالتي، ما تبخلوش عليا باللايكات البارطاج، دوبلوا التعاليق، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.